اليوم في حصة Let's Play Debrief Complete على Xbox Game Show Case 2023 وين شفت الفان بويس واديزون تاع سوني ما عجبوش بزاف. نجيب الموسوعة الفن السابع في السينما يعرض علينا لي سورتي سيني سيري تاع الأسبوع زيد بونيس ريكومونداسيون خاصة بأرنولد شوارزنيغر ماشي شافزنيغر ونزيدو بيان سور راس راس مع سول كاليبر شريكي زيد عليها ضحك وقصرة. Let's Play يلا. دونك بيان سور كاع شفتوا لو اكس بوكس جيم شوكيس 2023 وكنا حابين نشوفوا اسكو مايكروسوفت راح يتغلبوا على سوني ابخي ها شغل تعثروا في الشوكيس تاعهم بلاي ستيشن. الوغ جوستومون شفنا بزاف لي جو نعطيكم سلسله تاع لي ميور تيتخ لي ايكيب تاع ليتس بلاي عجبتهم نبداوها افيك تحيرو كيفاش نحكيو على Cyberpunk 2077 le DLC les semi Phantom Liberty هذا الجو هذا حيكون bien sûr contenu additionnel technologiquement very شباب الخطره ما كاش فيرسيون Xbox One و PS4 اللي ترجع لو جو لاريال لكن بروجي نيكست جن 100% PC ultra كاين ايديس البا الخطره bien sûr كاين aussi Keanu Reeves il est partout ولي دار لانونس جون ويك دار لانونس راهو في الجو هذايا شايطو لو سيلفر هاند جوني سيلفر هاند في الجو هذا ان توكا لو جو رانا نستناو فيه بزاف وعندو تاريخ اصدار 26 سبتمبر 2023 نجوزو لعبه اخرى كيف كيف فورزا موتور سبورت تعرفوا بيان سور لا ليسونس هاديه وين راهي في الوسط هذا سي لو 7 الوغ فورزا موتور سبورت رقم 8 نسميوه هكذا راح يخرج على الاكس بوكس سيريز والبي سي كاين ميم تاريخ اصدار اللي هو 10 اكتوبر المقبل. هذا الجو هذا كش يقول الوعد تاع تورتان لو دوسي لو ستوديو اللي يخدم هذا الجو هذايا ال4K ال4K ناتيف 60 اطار في الثانيه الاش دي ار الدولبي فيزيون وزيد ميم لو ري تريسينغ بصح في لا كورس لازم تعرفوا بلي لي جو دو كورس اون جينيرال لونسي دريون هذايا ي demandait بزاف لي ريسورس من ناحيه الماتيريال ويديروا ان جينيرال في لي ريبلاي كي تكمل لا كورس هكذا نجيب انت كي تحط دير فوتينغ ولا نعود نشوفوك لي كاميرا ثم يديروا لي تريسينغ بصح ماشي في لا كورس المهم هذه الخطره حصريه اكس بوكس شريكي راح تكون بوندو لا كورس لي تريسينغ 10 اكتوبر المقبل نجوزو اللعبه المواليه كيف كيف ميدين مايكروسوفت هذه الخطره عند اسوبو ستوديو لو ستوديو اللي خدم بلاك تيل ريكويام ودار مايكروسوفت فلايت سيميلاتور اللي خرج في 2020 وكان تكنولوجيا قوي جدا بصح وشنو لازم لك كونيكسيون بزاف قويه علاش خاطر يجيب لي دوني ساتيليت من الانترنت كيما جوجل دير رندر ميم طون صافي دير كيما حبيت عجبني دير رندر دندر 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 شايف دندنها بيان كوم يلفو ان توكا فلايت سيميلاتور 2024 انا كي شفت لو جو هذايا عم بالي حيكون اكستنسيون تاع 2020 لكن لعبه جديده سيني ازوبو ستوديو وش بونس نجيب جو بونس كو مايكروسوفت دون ان فيتور بروش راحين بالك يديروا استحواذ يشريوا لو ستوديو فرونسي هذا اللي فريمون عنده تكنولوجيا او طوب. نجوزو لعبه اخرى يسموها سانوا ساغا هيل بليد رقم 2 الجو هذا اللي نستناو فيه بزاف تانونسا لاول مره في فيديو جيم اووردز 2019 وين فيل سبنسر جاب الفيستا ديالو شريكي هكذايا ورانا على اكس بوكس سيري اكس وعطاونا اون سيكونس ان انجين بالانريل انجين رقم 5 تاع سانوا ساكرفايس دونك البيد رقم 2 لو جو هذا راه مطولو بزاف ديفلوبمون ديالو نينجا تيوري سي فري كوما كانوا ايكيب صغيره بيسكو داروا البرومي ب 80 ديفلوبر فقط كان بيدجي صغير لكن الان مايكروسوفت كي شراهم زادوا لهم الشيكي زادوا لهم زيروات كيما نقولوا حنايا وعطاو لهم الوقت بصح الوقت بزاف عم يقولوا باللي اللعبه تخرج 2024 تعباك 2024 شغل عندك من جونفي حتى لديسمبر طويله بزاف معناتها لا سيكونس اللي وراوها سي فريك تكنولوجيكمون كانت شابه بصح قصيره عبالك هذيك بيرسوناج مشات شويه هكذا خلاص حبست السلام عليكم شفنا شفنا الجرافيزم اون فو جوي ماتنون شريكي هذه كانت نقدروا نقولوا بتي ديسيبسيون صح باسكو هاد لو جونس نو فيه بزاف وعينا من السينيماتيك ايتو جوستومون بارون سينيماتيك هاد الخطره خامس لعبه صح شابه ما نكذبش بصح وشنو موتور شويه قديم بيتيز دار بكم بلي عندهم لي فول اوت مثلا دونك ستار فيلد لعبه هذه اللي راهي جايه 6 سبتمبر المقبل 2023 في لا رونتري دخله المدرسيه الوغ سكي سباس سي كو ستار فيلد كاين اكثر من 1500 كوكب
ماشي كاع موديليزي على ما كيما قال كاين اللي فيهم جينيراسيون بروسيدورال كيما نومان سكاي مثلا لعبه لي عندها لو ميم برينسيپ وكاين دي بلانيت صح لازم تدخل تفيزيتيهم جولي بالك يفكرنا في افلام كيما انترستيلار مثلا في لونيفير في كذا ومقبله انت لحديت لها ذا ستراندينغ انا دونك سيتي كوا لانترو كيفاش يمشي لا فاصون يمشي فيها كيفاش لا فاصون كيفاش يفلمو لو كاركتير تشبه بلو جو تاع كوجيما هوروزمون تشبه له شويه برك شويه باسكو جو تاع كوجيما بالك باللي الى دي زاني لوميير شريكي ان توكا ستارفيلد راهي حصريه كبيره على لي كونسول اكس بوكس والبي سي شو لا ميزون طرو ميزي عليها باسكو شراو ليديتور زيني ماكس شراو ب 7.5 مليار دولار لازم بلوز او مو يدخلوا في دراما دونك غو سورتي دخلها تاع 2024 هكذا نقول نجوزو دوكا سيكسيون ار بي جي مع فايبل لو جو متخدم عند بلاي جراوند يخدموا فورزا اوريزون بالانجين فورزا تيك الوغ تو فام دير ار بي جي جو دو كورس ما فهمنا والو نو سي ليكيب هذه جابت بزاف لي ديفلوبر تالونتيو باش يربرونيو الخدمه تاع بيتر مولينو ولاين هيد لو ستوديو ا لوريجين تاع فايبل اللي كان عنده سوكسي كريتيك ماشي كوميرسيال دونك شفنا دي سيكونس شابين دي جيون عباد صغار لا 3D تستعمل الانجين تاع اللعبه يا خويا نشوفوا ما كاش تاريخ اصدار كيف كيف انجين نسناو فيه دوبي سوبر لونطون عندنا لعبه واحده اخرى اسمها فود فود هدايا يستعمل انريل انجين رقم 5 وخدموه بيان سور اوبسيديون اوبسيديون شكون كيسيون بور ان شامبيون على بالي ما تلقاش لا ريبونس باسكو انا على بالي في البلاطو هنايا اوبسيديون سي ان ستوديو اللي يخدم لي ار بي جي ودار ستار وارز كوتور شريكي في الاكس بوكس الاولانيه اللي توجن 10 كيلو شايف دونك تسمى عندهم يعرفوا يخدموا لي ار بي جي الله يبارك عليهم اي دوكو هما اللي حنا يخدمونا افود كاين تاريخ اصدار في 2024 كما قلت لكم مازال الوقت ار بي جي اكسيون افونتور انا بريزاني شويه هذا الجو باسكو كي شفت لا سيكونس تاعو يا 4 الاولانيه شفت لي غوت شفت لا ماجي تو كي شفت هذا كيش يقولوا ما بلعطونيش راك شايف جوزو لعبه هذه كي نقدروا نقولوا بي بي تاعي شريكي بي بي تاع ستوديو اسمها جو سانت هكذا جو سانت تو سانت شايف سانتي فوالا سانتي طارق سانتي ما تنساش دوكو لو جو هذا مخدوم على دوت نوت دوت نوت هادو سي ان ستوديو اللي يدير بزاف لي جو اكسيون ار بي جي فريش بين اي كان عندهم لي ميم برمي لي ما لعبش لي ميم برمي روح اجري اجبد الاكس بوكس 360 تاعك ولعب لي ميم برمي الو الجو هدايا كي شفتو معلوق قلت انا سي رايم رقم 2 مخدوم بنفس الطريقه يونيفير يشبه الفيلم تاع ديزني هذاك اللي ما دخلش في دراهمو وعلى جالو قريب غلقو جون كارتر ياك هذه هضرت عليها ايبيزود واحده من لي زيبيزود هضرت على جون كارتر باسكو كافي ان جو اللي يشبه له كانو كان عند شوكيس بلاي ستيشن هضرت على كيف كيف عند اكس بوكس دونك الجو هدايا ولا غير هذاك يونيفير شغل الصحراء شغل الجبال ايتو سيميلاتور شغل تاع ديسكالاد بصح لي بيوم فري شابين لانيماسيون هايله الموسيقى راح تكون او طوب هاد الجو هذا راح يكون في الجيم باس ويخرج في لوتون 2023 ثمان سنوات ونقصروا به اخر لعبه تاع لي ار بي جي تاع جوستمون في لا سيليكسيون هذه اسمها كلوك ووركس ريفولوشن هذا الجو مخدوم عند ان اكزايل كيف كيف ستوديو اللي شراوه مايكروسوفت بيوشوك لايك من الاخر ديريكت تقول بيوشوك انفينيت جرافيزم شويه بيوشوك كاتراو يعاني في ديفلوبمون اسمه مو هذا الخطره هذا الجو ده بالك بفضله راحين اون اتوندون نحرقوا بيوشوك لو فري نقصروا بهذا جولي ولي سانسبير بزاف من ليفار تاع بيوشوك دونك خلاص تلقاو الشريكي لو اكس بوكس جيم شوكيس هذايا انا اسكو جو روتيان يعني من هاد ليكسبيريونس لي دو زو لي شفناهم سي كو ديجا كاين بزاف لي جو لي خصو كيما بيرفكت دارك كيما ستولكر 2 كيما لاست لايت هادو ما شفناهمش وكاين واحد اخرين كانا لي تبحروا كانوا في الوانتيد كاين في يوتيوب فيديو اسمها وانتيد جو انفيت على فوار تاعنا اي كاين كانا نقطة أخرى سي كلي جو ما عندهمش تاريخ إصدار كاع رماهم 2024 لا بلوبار تسمعنا لي درت أبونمون تاع جيم باس تاع عام رينوفلي صبر زيد صبر شريكي صبرت العام اللي فات زيد صبر هذا العام وبيان سور هذه بيني وبينكم برك مشاهدين ولي فان تاع إكس بوكس جوبونس لي راح يرومبلاسي فيل سبنسر سي بوند جيمس بوند بوند سي سارة بوند اللي وراوها في الشوكيس مع لو كانت لابسه خضر دونك جو بونس كو هذيك هي الفيوتور فيل سبنسر وهادي حتى واحد ما هضر عليها وحتى حد ما فاق لها غير ليتس بلاي فوالا دونك ما تنساوش
مواقع التواصل لي كومونتير وقولوا لنا نتوما واش يعجبكم في الاكس بوكس جيم شو كيس. قبل ما نجوزو بيان سور نجيب الموسوعه اللي حيحكي لنا اليوم ارنولد شوارزنيغر. شافت شوارزنيغر فلاش شوارزنيغر فلاش شوارزنيغر سينما تاع الحيط انطلق. خلاص الوقت يلا شاف نبداو بعمل اللي هدرت عليه كثر من الافاتار والناس ما فاقدوش اللي هو لو فيلم فلاش اللي حيخرج هذا الجمعه ان شاء الله. فيلم تحت عنوان ذا فلاش تو سامبلومون. وعلاش هذا لو فيلم امبورطون؟ نبداو بسؤال شباب. هذا لو فيلم راح يفتح المولتيفير ديجا وراح يكون لا فان تاع عالم زاك سنايدر ذا سنايدر فيرس. السلام عليكم. هذه مورا تسمى شغل هو الانتمان كونتو مانيا افال وهذا راح يدير لا ترانزيسيون بين دي سي يو العالم تاع زاك سنايدر القديم والدي سي يو العالم تاع جيمس غان وبيتر سافرن. هذا الفيلم راح يكون اخراج اوندي موشيتي اللي حكينا عليه بليزير فوا المخرج الارجنتيني اللي دار ايتس 1 ايتس 2 وراح يكون بطولات ايزرا ميلر مايكل كيتون شانن هو يخدم في ايستري يا ودي وانتو تعيش عليك. وشاف ثاني معلومة لازم نعرفوها شحال راح نشوفهم الكاركتير ديجا راح نشوفهم الفلاش راح نشوفو دو فلاش مينيموم على حسب لو كونسيبت اللي مادابتين من لا بي دي فلاش بارادوكس بي دي غنية عن التعريف واحدة من أفضل لي بي دي اللي بان فيهم فلاش. راح يكون كاين باتمان تاع مايكل كيتون الكلاسيك تاع تيم بورتن راح يكون مام بن أفليك بن أفليك آخر ظهور تاعو نورمالمون في عالم دي سي لا لا الأخر الأخر قالوا بلي تورنا لقطة في أكوامان اللي حيخرج الفان داني مي هذاك الفيلم كارثة راهو صارين بزاف لي بروبليم فيه أكثر من هذا لو فيلم هذا صراو فيه لي بروبليم تاع الدنيا كاع صراو في ذا فلاش. Le 12 mai, les fêtes, sera l'avant-première mondiale, les حضر فيها لوكاس في امريكان. واول مره شفنا ايزرا ميلر هذا الاكتور اللي دار بوليميك اللي دار بزاف مشاكل حالته الصحيه ما كانتش مليحه. اول مره عاودنا شفنا هذا المره سيريو اليز هضر مع باي ذا واي ممنوع عليه يدير لي انترفيو ما راحش يدير لا برومو تاع الفيلم دونك مت كلمه افون ما تبدا لا بروجيكسيون وتصور برك في الفوتوكول تاع الفيلم. وتوم كروز عجبو الفيلم وكاين بزاف ما عجبهمش الفيلم وكاين لا بليبار عجبهم كاين شويه ما عجبهمش لا بليبار عجبهم. هو راهو خارج ب 16 جوان 16 جوان هذه الجمعه في البوكس اوفيس ما عم راح يتلاقى بالك في البوكس اوفيس هذا الاسبوع ما عندوش عنده واحد في نتفليكس دوك شويه نحكوا عليه صح. نروح للعمل الاخر مسلسل في نتفليكس محبوب الجماهير مسلسل ساي فاي صافي ديزاني ما شفناش مسلسل تحت عنوان بلاك ميرور المسلسل زوج مواسم كانوا عند بي بي سي من بعد نتفليكس شرات الحقوق الموسم السادس هذه المره. اللي ما يعرفش المسلسل هذايا مسلسل اونتولوجي دوك نشرح لكم اونتولوجي واش هي. ساي فاي يحكي على مستقبل اللي دوميني فيه التكنولوجيا يحكي على الاي اي لي روبو وات اف لي روبو يكونترولي العالم بزاف مواضيع. اونتولوجي واش معناتها شفت معناتها كل حلقه موضوع ديفيرون كاست مختلف دونك تقدر تشوف اي حلقه تخيرها وتتفرج ستاند الون شغل ستاند الون ايبيسود كل حلقة انديبوندنت ومام لي شورونر نو لي شورونر كاين زوج لكن دوكا في هاد الاعوام الاخيره كاين واحد اون فادير لي لو كرياتور برينسيبال اللي هو شارلي بروكر اللي حاليا مازالو لي كرياتور وكتب خمسة حلقات كامل تاع الموسم السادس. راح نشوفوا دي زاكتور معروفين عندنا باغ اكزومبل سلمى حايك الغني عن التعريف ارن بول وعندنا جوشوا ارنيت جوشوا أغنيت دانيال بورتمان اللي بان في جيم اوف ثرونز راح يكون عنده رول برينسيبال في هذا العمل. دونك الحلقات عامليك لي تيتر تاعهم نقراهم لكم ديريكتومون. عندنا الحلقه اللي اسمها ديمن 79 هذه هي علاش انتريسونت شافت راح تكون من اخراج توبي هاينز. شكون توبي هاينز اللي غير كيما رياليزا كامل اندور المسلسل تاع ستار وورز صحيح عنده بات شباب بزاف دونك الحلقه هذه ديمن 79 راح تكون ريالزي من عند توبي هاينز. راح نشوفوا حلقه اسمها بيوند ذا سي لوكي هنري جون از اوفل وميزي داي. شحال كاين الحلقه؟ خمسه يخرجوا كامل اليوم ان شاء الله. تري بيان وبروشينمون نحكوا على افضل الحلقات في بلاك ميرور انا وياك في ايبيزود انديبوندون. راح نديروا كونتنيو ديجيتال باش نحكيوا اون لون اون لارج على لونيفر هذا تاع بلاك ميرور. هذه راح تخرج شافت معلومه فقط لو 15 جوان في نتفليكس ما تخرج لو 16 جوان. دوكا نروحوا للمسلسل بليتو الفيلم اللي راح سوا ديزون ينافس فلاش اللي يخرج في نتفليكس حصريه نتفليكس اللي هو لو فيلم اكستراكشن الجزء الثاني الفيلم الاول اللي كان ناجح كبير لمنصة نتفليكس. أنا قلت لك إكستراكتور على بالك. الفيلم اللي من الإنتاج روسو براذرز اللي داروا إند جيم الغنية عن تعريف دوما
الفيلم الثاني هذايا توجور بطلة كريس هامسورس، لكن ماش نكونوا في آسيا، راح نكون هذه المرة في أوروبا، البرد الثلج، وراح تكون أنسان شابة بزاف اللي وراوها في شوكيس تاع تودوم لا دانيير فوا، راح تكون وان شوت كامل أكسيون بلان سيكونس بلان سيكونس، راح تكون وان شوت لازم نشوفوها هذه رزماني هنا وين 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 ديسكيتو عليها. دونك سيزوان اكستراكشن دو هذاك اسكو اخر عمل تاع كريس هامسورث ساشون كي عنده مرض هو مرض. شوف كريس هامسورث راهو داير بوليميك لا دانيير فوا حكى على ثور صحيح اللي قال لهم ما عجبنيش لو كاتريام وكان شويه جايح قال لهم راح نبدل شويه من بعد شويه من هذوك لي رول نروح الادوار كيما هذا تاع اكستراكشن، لكن كاين المرض تاعو اللي قال باللي راح يكون في اعمال قلال محشي تعب بزاف. دونك كريس هامسورث نقدر نقولوا بدايه نهايه لا كارير تاعو بالك يروح للانتاج يكون كا اكزيكوتيف برودوسر كيما طوم هالاند غير كيما في كرادو دي سيري كامل نو بدا هو بلي سيري في الاسترالي من بعد دخل الافلام ما خرجش من الافلام. انا شبونس تعرف واش راح نشوفه فاست اند فيريوس 11 دكتور بيتيت فاست اند فيريوس نقدر نشوفو فاست اند فيريوس تاع شي يجيبو هذوك لي خلاص شايف طح الله ذروك الحجره جيب برك حط برك اسمع لازم نديرو فاست لا لازم نحكوا على لوديس لازم نحكي كاين هضره بزاف عليها ان شاء الله ونديروا تكهنات تاعنا على 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 لو دونك هادو سيتي الخرجه سورتي ذا فلاش لو 16 بلاك ميرور لو 15 واكستراكشن لو 16 في نتفليكس صح ذا فلاش روحوا شوفوا شباب انا نموت على دي سي انا نقدروا نقولوا هذا سي لاديو تاع عالم زاك سنايدر صح اللي حب زاك سنايدر لازم يشوف هذا الفيلم ويدعم هذا الفيلم. دوكا ريكومونداسيون من عند لا ريداكسيون مسلسل ثاني تتحرك لا ريداكسيون قال لا ريداكسيون ماشي من عندي ماشي من عندي تصفيقه لا ريداكسيون صفر صفر مكمل ليكيب تصفيقه على ليكيب ليتس بلاي مسلسل شافت مسلسل تاع تقزال كيما يقولوا تاع تقزال. دونك هاد لا سيري تاع ارلاند تحت عنوان ارلاند تحكي على 3 اكس من حياه ارلاند كل حلقه اكس مختلف. دونك عندنا ارلاند لو سبورتيف حبيت نقول لك عارف صافي 3 اكس 3 اكس سنايدر معليش هذه واعره هذه دونك عندنا ارلاند لاكتور ولو سبورتيف وعندنا واحد الاكس اللي بزاف ناس ما يعرفوش اللي كان بوليتيسيان اكسيتيرا. دونك راح نديكوفريوه في هاد المسلسل شفتهم كاع انا شفتهم صح مخرج شافهم اصلا الا شفتهم كاع نورمالمون كاين يفون نحكيو على لا سيكونس اللي الحكايه اللي الكواك اللي صرا له مع جيمس كاميرون في حكايه تيرميناتور تعرف واش صار له في تحمس بويلي البي باك ايتو لا سي ريان هذيك هذيك ما كنتش على بالي هذيك الانسيدون اللي صار لهم في التورناج ما كنتش على بالي بها هذيك اسكو راك متبعها نو عاود فكرني فيها شوف هذيك لا سين تاع تيرميناتور 1 قال لك كانوا تورناو نص الفيلم تسمى مازال لهم نص الاخر ولحقوا لا سين هذيك. دونك في السكريبت مكتوب لازم تقول ايل كم باك سكريبت يقول لازم تقول ايل كوم باك كي يدخل ارنولد قدام في البوست بوليس اي بي باك استنى هي السكريبت يقول ايل كوم باك وباك ارنولد شغل لونجلي ما كانش يميتريزي بزاف صحيت. دونك من بعد جيمس كامون قال له قول اي ويل كوم باك سي لوجيك لا باردون اي بي باك نو في السكريبت مكتوب ايل كوم باك شوارزنيغر قال له نقول اي ويل كوم باك وعلاش قالوا نقول اي ويل كوم باك قالوا باسكو تيرميناتور ان روبو شغل ما عند ماشي كيما انسان شغل لازم يقول اي ويل كوم باك كامون قال له قول ايل بي باك وريح ترونكيل وهذيك لا فراز ولات كولتوم بعد وارنولد استعرف باللي رياليزاتور كان عنده الحق راك شايف وكامون ضالي قال له بون ارنولد ما خافش منه شريكي قال له انت سيناريست قال له نو قال له ما لا العب وريح ترونكيل. دونك فوالا سا سيتي نانيكدوت نقولوا انت واش تفضل ارلاند لاكتور ولا بوليتيسيان ولا لاكتور بيان سير لا كاليفورنيا خويا يدوروا راسهم يعيشوا حياتهم مي لاكتور وبيان سور نحترم الانسان باسكو جام لوتريش لونجلي ما يعرفش واش اللي كنقول لك حاجه في ديجا كان حاب يدير كارير بوليتيك وكان عارف وين هو رايح ملي بدا في السينما كان ديجا كان حاب يدير البوليتيك مسلسل انتريسون يطلع لك المورال تشوفوا تروح تريني ديريكت نتفليكس في نتفليكس 3 حلقات روحوا شوفوهم ما تندموش وهذا واش كان عندنا. دونك بيان سور كل اسبوع بيان سور موسوعة 2007 نجيب اي سي بريزون شريكي هكذا السمانه الجايه تجيب لنا الزالتير واش تخدم انت هايا. دونك كل اسبوع بيان سور سينما جو فيديو على الهداف ولا ريزو سوسيو دوكا ريحوا شويه لو طون يطلع الجينجل تاع راس شريكي دوك نخيروا اللعبه ايا توتسي. Yeah.
دونك الحباب كيما قلت لكم راس الراس لعبوا بارتيه ها جماعه واحده عائله واحده كليك شافت فيرسوس نجيب وين سو سول كاليب جامي لعبتو في حياتي نجيب شو والله ديرني ما يخليكش تكمل الجمله تاعك سول كاليب فوالا سي كاين تيكن وكاين سول كاليبر انا هذو البيرسوناج اللي نحبو كاع ماكسي شريكي لا ما نعرفو خيرت هذا معليش خير لا كولور تاع البيرسو تاعك تاع لا توني اي سيرفانتس بو بيرسوناج هذا دوك تشوف تعرف تيكن نعرف تيكن صح نامكو عندهم تيكن يضربوا برجليهم ويديهم عندهم سول كاليبر تاع سيوفا فوالا بون من دارك سول الخير وبركه هذا اليكس قول بلان دي بليدا بليدا ديرا وين هذه هيا راح حاب بليدا راك تشوفوا فينا على بالي راك غاشي لي فان تاع نجيب موزايا ها القدام شجعوا البرعم الجديد ياك الصاعد هاي هاي علي دونك سول كاليبيو لي زايا هذيا جو كومبا تقول زلدا بريس اوف ذا وايلد لا هذا ما تسخرش ما فيني جي اون في خو ديسكوتي هلا يلا ها بدا يضرب ديريكت ها ديريكت حبيت حشقين فين هذا على بالك شو جو شان تخيل مش كيما تيكن كاركتير تخيل ولا جو تخيل هكذا هذا واش شاف عبوم لا لا ما تفهموش هكا تبي تا ما فهمت لا 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 شاف لا لا فوالا تاع شافي مخرج جديد ما تقاطعنيش نحيها نحي هذه ما تقاطعنيش طفي طفي لا كونسول طفي اسمع طفي لا كونسول نحي نحي محمد قال لك طفي لا كونسول اسمع كاين يقطعوا الكونتور نورمال ديرك شو شو ما قاطعيش ها اما والله ماني طالقه اصبر كيفاش يولي للور؟ نولي للور افونسي لاريير خليني نربح تاع 500 شك تاع بزبار شويه تكنيك وي ما عنديش تكنيك انا ماناش تكنيكي شاف 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 كيفاش يصوتي صوت يا شو اويدو زوم كيفاش يصوتي ما يصوتيش يصوتيش بس هكا بس هكا بوم شاف تعمل تهرب لي زعما تواعد ايوا زيد لي وحده نير نير ربحتك ربحتك وي زيدنا روح له خليتك باش نديرو تروازيام راوند علاه اللي خاسر ماشي زوج اللي خاسر يخلص الكازو هاي 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 خلصتين بعد قهوه الوغ فينال باتل رويال صح داني راوند ياك تاع سول كاليبر حبايب ما تنساوش ليتس بلاي بوان اوفيسيال يقدر يضرب الفوق على الهداف نهار الجمعه انا نخدم باش تاك تلعب ياك ما يحبس والله ماني عامل اصبر اصبر والله ماني عامل ما تنساوش نتلاقاو شافت ربحتك ريزو سوسيو شافت والله غير ربحتو اخي عمل ليجند شابة ربحني ربحتو اول واخر مره باش نتفاهموا شو ما ضربتك بالعرق على السبيكتاكس ايبقى على خير سلام اسبوع مقبل